صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 22 لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم 318 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه. تضاف إلى الفصل الثاني من الباب السابع القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 318 مكرر نصها الآتي: يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته.